بالنسبة للعقار السكني في النصف الأول مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023 تقريبا كان على نفس الحال، يعني شفنا هناك هبوط يعني ولكن هبوط ضعيف 3.6 بعدد الصفقات، إضافة إلى هبوط 2.4% بالقيمة المتداولة. طبعا بالنصف الأول عام 2024 كانت هناك 1495 صفقة عقارية سكنية بتكلفة أو بقيمة قدرها 690 مليون دينار كويتي. هذا أعطانا بأن إحنا داخلين تقريبا مرحلة السكون أو الركود. إذا ما قارنا مع النصف الثاني من عام 22 وهي القمة في ارتفاعات العقارات السكنية، نجد بأن عدد الصفقات قد انخفضت 65% والقيمة المتداولة قد انخفضت 46%، وهذا هبوط حاد يبين لنا وضع السوق العقاري من بعد أو ما نسمى من بعد أحداث كورونا. بالعقارات الاستثمارية بالنسبة للنصف الأول من عام 2024 بلغت 511 صفقة عقارية استثمارية بسعر 455 مليون دينار كويتي. إذا ما قارناه بالنصف الثاني من العام الماضي 23 نجد هبوط مقداره 6% بعدد الصفقات مقابل ارتفاع 3% بالقيمة المتداولة. إذا ما قارناه بالنصف الأول من عام 22 وهي القمة، نجد بأن هناك هبوط طبعا 36% بعدد الصفقات وهبوط 14% بالقيمة المتداولة بالنسبة للعقارات الاستثمارية. يعني بصورة عامة هبطت الصفقات ولكن ارتفع قيمة التداول، هذا طبعا أمر طبيعي بسبب التضخم اللي احنا نتكلم انه هو احد اسباب المشاكل الظاهرة ما بعد كورونا. طبعا بالنسبة للعقار التجاري بالنصف الأول من عام 2024 كانت هناك 69 صفقة عقارية تجارية بالكويت بقيمة 406 مليون دينار كويتي. هذا إذا قارنا عدد الصفقات بالنصف الثاني من عام 23 نجد هناك هبوط 13% بعدد الصفقات وارتفاع 36% من القيمة بالقيمة المتداولة. إذا ما قارناه بالنصف الأول من 22 نجد هناك هبوط 58% بعدد الصفقات، طبعا هناك القمة كانت، وارتفاع 4% بالقيمة المتداولة. طبعا نرجع مرة ثانية ونقول بأن القيمة بدأت بالارتفاع بالنسبة للعقار الاستثماري والتجاري ولكن عدد الصفقات انخفضت، وهذا أمر طبيعي ما بعد كورونا بسبب تضخم الأسعار.